تحدثت عنها وسائل الإعلام وذكرتها الصحف، لكن تأثيرا لها لم يظهر حتى الآن. مبادرة إقليمية لحل القضية السورية، مصادر حصرية تروي التفاصيل. تقول المصادر إنه بالفعل هناك مبادرة جادة لحل القضية السورية، وليس لهذه المبادرة علاقة مباشرة بالزلزال المدمر، وإنما تم طرحها للمرة الأولى في اللقاء التشاوري بين تركيا ومصر في آب الفائت، حيث يرى الأتراك أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات يفرض أدوات عمل مختلفة لدول المنطقة، لأن العالم الغربي أمس مسؤولا بمشكلته. وبحسب الطرح التركي فالمطلوب هو مبادرة إقليمية مبنية على أساس الربح للجميع، يشارك فيها المحور العربي ولا تستبعد إيران. المبادرة الجديدة تشمل ثوابت أساسية ثلاثة يتفق عليها الجميع، وهي وحدة وسلامة جميع الأراضي السورية، ودعم واحتضان الحوار الداخلي بين الأطراف المتنازعة بمشاركة وإشراف الأمم المتحدة، ومنع تسييس العمليات الإنسانية. أما خارج هذه الثوابت فتوجد خلافات كثيرة في ملفات عدة، حيث هناك تشكيك خليجي وتركي بإمكانية التزام النظام بتعهداته وتغيير السياسة الأمنية، لذلك تتم مناقشة أدوات بناء الثقة وفق خطوات عملية تتمثل بعدم تعطيل النظام للعمليات الإنسانية وموافقته على مناقشة ملف المعتقلين وعدم تعطيل أعمال اللجنة الدستورية.